هنروح لكره الطائره رجال، وبرده كان عندنا ماتش مع سبورتنج ونجحنا الحمد لله نفوز 3-0 في الكره الطائره رجال. كابتن محمد مصلح حميد وبدا طبعا يظبط فرقته، نتيجه المباراه خلصت 3-0. المباراه اتلعبت الجمعه اللي فاتت على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره. الماتش الجاي ان شاء الله هنلعب نادي الداخليه على صاله المركز الاولمبي بالمعادي، وزي ما عودناكم كاميرا الابطال كانت مع ابطالنا هناك في المباراه، عملنا التقرير اتفرج عليه وارجع لحضراتكم تاني. طبعا الفرقه الحمد لله رب العالمين كلها نجوم عندنا. الشوط الاول يعني فرق سبورتنج وقفت معانا شويه، بس الحمد لله في المجمل في الاخر النتيجه 3-0، وده اللي يهمنا في الاخر، ان احنا بنلعب دلوقتي مش عايزين يبقى مش عايزين نخسر شوط، مش هقول لك مثلا مش عايزين نخسر شوطين او بونت، لا احنا بنلعب دلوقتي في تعليمات جايه صريحه للعيبه، احنا بنتحاسب دلوقتي على الشوط اللي بيروح مننا مش على الماتش، لا بنتحاسب على الشوط. فالحمد لله على نتيجه 3-0، ويا رب اللي جاي كله يبقى كده ان شاء الله. خسارتنا ماتش بتروجيت طبعا دي بتخلينا دلوقتي مش بنبص لنتائج الفرق اللي حوالينا قد ما بنبص لنتائج فرقتنا، فاحنا دلوقتي كل شوط ليه حساب، لان انت طبعا انت عارف ان احنا لما بنكسب اي ماتش 3-2 بناخد 2 بونت والخسران بياخد بونت، لكن لو كسبنا الماتش 3-1 او 3-0 احنا بناخد 3 بونت، لكن ده مش بيفرق معانا احنا في الاخر خالص. اللي يهمنا ان احنا لازم الاداء يبقى كويس ومتميز الفتره اللي جايه، علشان ده الطبيعي اللي يكون لازم نتيجتنا كلها تبقى في الفتره الجايه 3-0. والله الحمد لله مباراه سبورتنج يعني فرقه كويسه، بس الحمد لله احنا قدرنا نسيطر على المباراه، وكابتن ميدو ده طبعا بيلعب الناس كلها، وان شاء الله الجاي افضل، لان احنا كنا ماتش بتروجيت ده كان ماتش يعني كبوه بسيطه كده، وان شاء الله قادرين ان احنا نعدي من المراحل اللي جايه دي كلها. وبنوعد جمهور النادي الاهلي ان احنا برضك على المستوى اللي احنا ماشيين عليه، النادي الاهلي رقم واحد، وان شاء الله نحقق كل حاجه في النادي الاهلي في البطولات. والله كل مباراه ان شاء الله اللي جايه باذن الله هنكمل فريق النادي الاهلي فريق كبير ان شاء الله. كل الماتشات اللي جايه مش سهله صعبه، ودايما الفرقه كلها بتلعب صد النقله بتموت نفسها، فان شاء الله بنقعد جمهور النادي الاهلي بالدوري باذن الله. ماتش سبورتنج انا شايف يعني الاداء الحمد لله كان فوق المتوسط، طبعا احنا دلوقتي يعني مزودين جدا في التمرين وكده لان بنستعد للمباريات الفتره الجايه يعني، وبنلعب طبعا بمعظم اللاعبين شاركوا في المباراه، الناس الاساسيه والناس البديله وكله عشان نجهز الفرقه كلها، ان احنا طبعا في المباراه الثانيه طبعا اللي هي بقى المباراه اللي بننافس بيها على الدوري يعني. فانا شايف الحمد لله النهارده ده كان كويس جدا، عملنا اللي طلب مننا في المحاضره قبل الماتش، والحمد لله يعني انا شايف ان احنا ماشيين كويس. كان حصل مشكله في ماتش بتروجيت بنعديها دلوقتي الحمد لله، وبنظبط الدنيا عشان نقدر ان شاء الله يعني نحسم الامور لصالحنا ان شاء الله. يعني اي ماتش دلوقتي نتيجته في الملعب محسوبه، كل شوط كل نقطه، يعني الموضوع ما بقاش يتحمل اي يعني مشاكل. فطبعا كابتن ميدو بينبه علينا خاصه يعني ان احنا دلوقتي مثلا يعني يعني لازم نستنى المباريات اللي هي الحاسمه نوصل لها، ان هو نبقى الماتش على المكسب على طول، وده اهم حاجه ان احنا نحافظ على فرصتنا، وان احنا ما نبعدش بقى باي طريقه ما بخساره اشواط بخساره نقط، نبقى في احسن وضع عشان نقدر ان شاء الله نتفاوت يعني نعدي الماتش اللي هو بتاع بتروجيت يعني. الحمد لله يعني مباراه متوسطه النهارده ونتيجه كويسه الحمد لله، حسمناها 3-0، وكابتن ميدو ده قدر يدي فرصه للناس كلها ان هي تلعب وتشارك عشان يجهز اكبر في قدر من اللعيبه الفتره دي الحمد لله. الفكره احنا بالنسبه لنا ان تحديد البطل هو عدد المكسب قبل النقط، فاحنا اهم حاجه وهي فرقه عندنا الحمد لله ما فيش ماتش داخلين غير على المكسب. حصل يمكن دروب شويه في من اسبوعين، بس الحمد لله الفرقه قدرت بعد كده الماتشات اللي بعد كده تخلص بنفس النتيجه 3-0، وان شاء الله هنقدر نكمل وناخد دوري ونوعد بيه جمهور النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه فريق كره الطائره عنده تحديات كبيره السنه الفتره دي، يعني السنه دي كمان خاصه، بس الفتره دي من السنه في تحديات كبيره، مباريات لحمه ببعضيها، بطوله افريقيا للانديه هتبقى اخر مارس اول ابريل. الحقيقه يعني ربنا يكون في عونهم، بس احنا كلنا ثقه طبعا في الفريق ده. وخليني اقول برضو يعني اذكركم في النص الثاني من حلقتنا هيكون معانا ابطال منتخب الشباب لكره الطائره اللي فازوا ببطوله افريقيا وتاهلوا لبطوله العالم، هيكون معانا عبد الرحمن الحسيني اللي خد احسن استقبال في البطوله، وهيكون معانا مروان الصافي احسن لاعب في البطوله ايضا، والاثنين ولاد النادي الاهلي. طبعا في اربع لاعبين تانيين موجودين، ولكن هيكونوا معانا اكيد في الفتره اللي جايه وفي الحلقات اللي جايه. وبنفكركم كمان انا الشوقي خد احسن طبعا صانع العاب في البطوله، هو ايضا لاعب النادي الاهلي. فانتظروا في النص الثاني هيكون معانا اخبار عن الكره الطائره اكتر شويه. وخليني اذكركم بحاجه سريعا يمكن مش هلاقيها في الاخبار تخص الكره الطائره كمان. النهارده وزاره الشباب والرياضه خدت قرار ان
منتخبات الناشئين والناشئات اللي كانوا مسافرين نيجيريا يلعبوا بطولة افريقيا مش هيسافروا، لان الحقيقه كانت عمل لهم مساحات وطلع مجموعه من اللاعبين او اللاعبات عندهم كورونا، العدد كبير ما كانش يقدروا يسافروا. في نفس الوقت مش هيقدروا ينتظروا يعملوا مسحه ثانيه عشان يطمنوا على اللاعبات، لان البطوله ليها ميعاد ثابت مش هيلحقوا يروحوها. وفي تطعيمات لازم ياخدوها، انتوا عارفين اللي بيسافر دول افريقيا في بروتوكول لازم ناخد تطعيمات معينه ملهاش علاقه بكورونا، فطبعا لازم هم يبقوا فت عشان ياخدوا هذه التطعيمات. الوقت ضيق مش هيلحقوا يجهزوا للبطوله، فالوزاره بالتنسيق مع اتحاد الكره الطائره خدوا قرار ان الفرقتين ما يسافروش. طبعا القرار ده قرار مؤلم، ولكن سلامه و يعني زي ما بيقولوا الحفاظ على سلامة اللاعبين أهم كتير جدا من أي بطولة، أو أهم كتير جدا من التأهل لأي بطولة عالم. فده القرار اتاخد، يمكن لسه حالا قبل ما اطلع الحلقة وقلت برضو أقوله لحضراتكم.